اهلين وسهلين استاذ وائل. اهلين. هدول شو عم يسووا؟ هدول بدهم يغنوا. اطلع لي جلسه بتصير احلى. عن اذنك استاذ وائل. وشو بتغنوا حضرتكم؟ استاذ انا اللي بغني، رضا بدق وراي على العود. انت شو بتغني؟ من جميعه استاذ، قدود، موشحات، خليجي، مصري، ملحن بركات، اديب الدايخ، ابو عبد الحديتاني، كل شيء. بحب تسمعك شيء؟ لا بلاها هلا. لك يا ست كوكب، مالي رايحه اقعد جنبون، يعني مالي رايحه. طب يا حبيبتي انت عادي، بس منظر منظر. يا ست كوكب قيسيها بالمنطق، مين الخدامي، انا ولا انت؟ لا انت. معناته الخدامه بتقعد بالمطبخ وست البيت بتروح بتتانزع قدام الضيوف وبتستقبلهم. تفضلي. لك يا حبيبتي ما رح يسوي لك شيء طالما في ناس موجودين. شو شايفتي كل هالقد فجعان؟ مو شايف نسوان؟ ايه فجعان وما شايف نسوان. اصبح في هالحالة لا رح يزيعوا لي اللقاء ولا رح يزيعوا اغانيي. الهي يرضى عليكي، الهي يوفقك، لا تروحي الفرصة علي، لك بوس ايدك. استغفر الله يا ست كوكب، الله يخليكي لا تحرجيني. خلص انا ما رايحة اضوع هالفرصة الذهبية عليكي، بلكي تنطلقي من جدة وجديد وتداي حرمي مقدرة يعني وقت ستي. خلص كوكب. قال استاذ وائل بده ياكي خانوم. طيب جايين. ايها جايين جايين، سم الهيري ان شاء الله. لا تأخذنا أستاذ وائل، كنا عم نحضر العشاء. نحن جايين نشوفكم مو مشان ناكل. تفضلي أنسي دنيا. أنا؟ تفضلي تفضلي حبيبتي، تعي لهون. تعي تفضلي أنسي. لساتك زعلانة مني؟ شوف شو عملتي فيه. هو الإنسان بالعادي بياخد اللي بيستاهله. لا لا معلش معلش، أنت لا تنحرجي، كل شيء بيتصلح. شو الاستاذ جاي يسمعني ولا جاي مشان الانسه دنيا؟ لا عيب ليك بحمى، جاي مشان يسمع. قلت له ما رضي. استاذ وائل يعني شو، ما في شيء من واجبكم، تفضلوا على العشاء. لا بكير على العشاء. يا ريت يا استاذ وائل لو اجى معك الاستاذ مروان. قبل ما اجي كنا سوا، كنا عم نشوف لقائك انت ودارين. صحيح. وان شاء الله عجبكم. معقوله معقوله ما يعجبنا يا ست كوكب؟ انت جوهرة. شكرا شكرا يا استاذ وائل. وان شاء الله بالقريب العاجل بدنا نساوي حفله وبدي تكوني انت اول وحده مدعوه ورح تغني فيها. الله الله، ما بعرف انا شلون بدي اشكرك يا استاذ وائل. استاي خلاص. وانا انت رح غني. استاذ وائل في هون حسن خامه جديده، صوت قوي الحقيقه، هو اكتشاف، يا ريتك تسمعه. أنا ما عندي مانع، بس تفرد وشها شوي، خليها تفرجينا أسنان اللولو. دنيا فردي وشك، فردي وشك، لا تنزعي لنا القعدة، خلينا نفرفش حبة.